قرره القرآن وأمرنا من أجله، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الفرقة ومما يحدث من تشرذم ومواجهة للتحديات، يوشك أن تداعى بكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. جمعية من أجل مصر، فمن أجل مصر اجتمعنا، ومن أجل مصر يكون انتماؤنا ولقاؤنا لك. فرب العزة سبحانه وتعالى طمأننا وبشرنا الآمن والأمان الخالد في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والقرآن خالد إلى يوم القيامة، بل وبعد يوم القيامة في الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتقي.